أوكي، إحنا وقفنا المرة الماضية مع هذا المثال اللي كان في كونكشن على الداتابيس، عملنا فيه كويري، بعدين قرأنا من هاي الكويري أو من الريزلت تبع الكويري، وبعدين عملنا لها ديسبلاي على الشاشة. هلا اللي أنا بدي أسويه، بس بدي ألخص لك شوية أشياء سريعة مشان نشوف إيش بدنا نعمل أو كيف ممكن نعدل هذا المثال. بدي أشيل جمل الإيكو اللي موجودين هون لسبب بسيط، هلا راح ورجيك اياه. اول اشي ال SQL فيها تقريبا 4 major types of queries، اللي هم insert, delete, update وال select. نحن النوع اللي شفناه المرة الماضية كان جملة select، هاي اللي هي بتعمل select لكل شيء موجود بال table اللي اسمه employees، واحنا كنا حكينا المرة الماضية انه انا من خلالها بقدر اشبك على هذا التيبل واجيب الكونتنت تبعه. جمل الانسرت والديليت والابديت والسلكت هم عبارة عن اربع جمل رئيسية بتتعامل انت فيهم على الكويري، بتتعامل فيهم as a query على الداتابيس، على تيبل او على مجموعة تيبلز. الانسرت بتضيف اشي جديد على التيبل، الديليت بتشطب من التيبل او بتشطب كل الكونتنت اللي موجودة بالتيبل، ما بتشطب التيبل، بتشطب الكونتنت اللي موجودة جوا التيبل. الابديت لما انت بدك تعدل على قيمة موجودة في التيبل او مجموعة قيم موجودة بالتيبل، والسلكت اللي هي فقط بترجع لك قيم، هاي القيم ممكن تكون كل القيم الموجودة بالتيبل زي المثال الموجود هون، او مجموعة من القيم اللي بنطبق عليها شرط معين. هلأ الانسرت الستركتشر تبعها بالشكل التالي: انسرت انتو، بعدين بتحط اسم التيبل اللي هو مثلا employees. اذا بدك تحدد اعمدة معينة تدخل لها قيم ممكن تحدد اسماء الاعمدة بين قوسين، ما بدك تحدد اسماء الاعمدة ممكن تتركها فاضية على اساس بدك تدخل كل الاعمدة انت، بعدين بتحط values وبتبلش تحط القيم بين قوسين. هذا الحكي وين بتحطه؟ بتحطه محل السلكت. بمعنى آخر خليني أروح شوي على الداتابيس اللي موجود عندي، أتأكد بس إذا الزامب شغال، أشغل الزامب، أروح على الداتابيس، داتابيسز، اسم الداتابيس اللي كانت موجودة عندي تيست 9، تيست داتابيس 9، في عندي تيبل اسمه employees. الامبلويز بهمني اي ام بي اي دي، اي ام بي نيم، اي ام بي ايج، واي ام بي سالري. هلا بالترتيب هذا انا راح ادخل قيم جديده. خليني ادخل يوزر 3 بشار مثلا 30 و1000. بروح على الكود بحط هون انسرت انتو امبلويز فاليوز، الاي دي كان رقم فبحط 3 فاصله، بشار كان سترينج فبحط بشار، ال age كان رقم خلينا نحط 30، والسالري كان دبل فخلينا نحط 1000 كرقم، وباخذ هذا الحكي كله وبحطه محل جملة select. هلا أنا مشان ما أضل أغير جوا هاي الستيتمنت وتطول، راح أعمل string أسميها query بتساوي، أحط فيها هاي الستيتمنت، وبدل هاي أحط دولار ساين كويري. هلا الرو هون بطل في إلها داعي، لأنه فعليا الريزلت بالإنسيرت رح ترجع لي إما سكسس أو فيل، فبالتالي أنا بس اللي رح أعمله هون رح أعمل print underscore r لدولار ساين ريزلت، وبعدين أعمل كلوز للكونكشن على الداتابيس. راح اعمل سيف وراح اروح على الفايل اسمه database test 1 هون، حط local host slash database test 1. اعطاني ايه syntax error blind 8 وبين line 8. اوكي، لانه الكويري مش حاط سيمي كولن هون، هاي سيمي كولن. سيف، ارجع
أعمل ريفرش، أعطاني واحد. واحد هاي هي نتيجة لبرنت أو لبرنت آر تبع الريزلت. إيش يعني واحد؟ يعني عملية الانسيرت was successful. هلا أنا كان في عندي two values بالداتابيس، رح أرجع هون على phpMyAdmin على التابل اسمه employees، صار في عندي three values، 3 بالشهر 30,000. ممكن أضيف كمان value لو بعدل على الكود، بدل 3 أحط هون 4، وبدل بالشهر خلينا أحط مثلا dream، وبدل 30 ممكن أحط 34، وبدل 1000 ممكن أحط 800. بعمل سيف وبرجع بعمل run. خليني أروح أعمل run للفايل اللي اسمه localhost slash database test 1، أعطاني برضو واحد. إيش هي هاي الواحد؟ هاي الواحد هي عبارة عن success اوكي. هي عبارة عن السكسس تبع، خليني اعمل زوم اوت بس معلش. مش مبينة. اوكي. اوكي anyway رح ارجع اعملها run، برضو مش مبينة، خلاص مصممة انها ما تعمل database test 1. ما اعطاني قيمة. هلا هاي ما اعطاني قيمة معناته انه الريزلت اللي رجعت عندي فاضية. ليش الريزلت رجعت عندي فاضية او null؟ لاني عم بحاول اعمل insert لفاليو already موجودة بالداتابيس. لو ارجع الداتابيس اوبس، لو ارجع الداتابيس اعمل refresh راح الاقي انه ري موجودة. وكل مرة انا بعمل run للفايل عم بحاول اعمله run، مش عم برضى، مش عم بطلع قيمة. ليش؟ لأنه ريم already موجودة. ولاحظ أني حتى لما بعمل refresh للتابل still عم بخلي ريم محلها، مش عم بغير إشي. إلا أروح أغير الكود، أغير الـ ID لأنه الـ ID بتكرر، أحط ID 5 مثلا وهي save، وبروح بعمل run للفايل هون refresh برجالي واحد. وهون لما أروح على التابل بعمل browse كمان مرة، صار في عندي 5 وريم 34800. تغير الـ ID، هو ما راح يقبل نفس الاي دي مرتين. وحتى على الخمسة لو ارجع اعمل ريفرش للفايل برضه ما راح يرجع لي اشي، راح يرجع لي نل، راح يرجع لي اشي فاضي. هاي ريفرش، شوف اعطاني اشي فاضي. ليش؟ ما راح يرضى يرجع يدخل ريم كمان مرة. هذا بالنسبة للانسرت. طب خلينا نشطب هاي ريم اللي الاي دي تبعها خمسة. لو اروح على الكود عشان جملة الديليت، راح اعمل ديليت from التابل اللي اسمه employee، ولازم احط شرط انه انا بدي اشطب اشي معين. هذا الاشي اللي هو لازم يكون where الEMPID equals 5. بدي اشطب الموظف اللي الID تبعه 5. راح اخذ هاي الديليت واحطها محل جملة الانسيرت هون. اعمل سيف وراح اروح اعمل ريفرش لنفس الفايل، اعطاني واحد. الديليت المفروض يكون سكسسفول. كيف عرفت انه سكسسفول؟ اعمل ريفرش هون، شال 5. بدكم نشيل 4؟ خلينا نشيل 4. بروح على الكود، ديليت فروم امبلويز وير امبلوي اي دي 4، بعمل سيف، بروح على البراوزر، بعمل ريفرش، برضو اعطاني واحد. لاحظ انه 4 بس اعملها ريفرش راحت. وبالتالي
جملة الديليت الاستراكشر تبعها ديليت فروم امبلويز، اذا ما بحط وير راح يشطب لي كل شيء موجود بالتيبل، وانا ما بدي يشطب لي كل شيء موجود بالتيبل، بدي شخص معين اللي اشطبه من التيبل اللي موجود عندي. هلا الجملة الثالثة، طبعا بالمناسبة الكويري مش كيس سنسيتيف مشان نكون بالصورة. الجملة الثالثة ابديت employees، بدي اعدل على التيبل اللي اسمه employees. set ايش اللي بدي اغيره؟ emp salary مثلا بيساوي 3000. افرض انه في واحد من الموظفين اجا زيادة راتب، بتغير راتبه، بس بدي احط الراتب الجديد اللي هو 3000، بس وين بدي احطه؟ where emp id equals عند الموظف ال id تبعه مثلا 3. خليني ازيد راتبي، باخذ هاي الابديت وبحطها برضو محل الديليت هون. طبعا تنساش دائما تسكر الدبل كوتيشن. بدي اعمل سيف، لاحظ هون بشار قديش سالري تبعه 1000. لو اروح اعمل ريفريش اعطاني 1. ارجع للتابل، اعمل ريفريش للتابل، صار بشار السالري تبعه 3000، كان 1000 صار 3000. اعمل ريوايند شوي للفيديو راح تلاقي انه السالري تغير من 1000 ل 3000. طيب ممتاز، معناته انا ممكن اعدل على اي قيمه، ليش بستعمل كل وحده؟ احنا زي ما حكينا ممكن أنا لما يجيني طالب جديد على الجامعة بستعمل جملة insert، لما بيجيني كتاب جديد بدي أضيفه على المكتب بستعمل جملة insert، لما بدي أضيف مثلا موظف جديد عندي بالشركة بستعمل insert، لما مثلا طالب يرجع كتاب استعاره بعمل delete إنه هذا الطالب كان في له ريكورد استعارة وبعدين عملنا له delete. لما أنا بدي أعدل مثلا رقم تليفوني أو عنواني أو إيميلي بعمل update. الستركتشر تبع كل واحدة من هذول واضح، insert و delete و update. الإشي المشترك بينهم إنه كلهم بيرجعوا one value، هاي الفاليو zero null أو one، هي فعليا مش zero، هي null أو one. إذا رجعت one معناته عملية الinsert was successful أو delete was successful أو update was successful. إذا رجع null معناته الinsert والdelete والupdate أو أي واحدة فيهم was unsuccessful، وبالتالي هذا بيعطي indicator للبروغرامر أو بيرجع مسج للشخص اللي عم بيحاول يعمل insert أو delete أو update إنه هاي العملية مش ضابطة. أحكي لك مثال، لو أرجع أعمل عملية الinsert لبشار كمان مرة اللي هو الID تبعه 3 والID 3 already موجودة، وخليني أعمل if statement على الresult if is set دولار ساين الريزلت. اذا الريزلت رجعت قيمه شو بدي احكي له؟ ايكو انسرت واز سكسسفول، ايلس احكي له ايكو انسرت فيلد. خليني أشيل هاي الروم عشان ما تتلخبطوش فيها. لاحظ قديش إشي بسيط، باخذ الانسيرت كوبي نحطها محل الابديت، أحاول أعمل انسيرت لبشار للاي دي تبعه 3، لاحظ الاي دي 3 موجودة، أروح أعمل ريفرش انسيرت واز سكسسفول. واو، أعمل ريفرش مش عامل insert. اوكي، معناته هو رجع بالresult اشي. if الresult equals equals 1، خلينا نشوف هون f5 insert failed. اوكي f5 ما عمل insert ل بشار اللي السالري تبعه 1000، ضل السالري زي ما هو. insert failed ليش؟ لأنه إذا كانت الريزلت 1، إذا رجع 1 يعني الكويري عملت run successfully، بطبع لك insert was successful else insert failed.
هلا هو بالحالتين راح يرجع value، مشان هيك نحن لما شيكنا من خلال الـ is set رجع it sounds انه رجع قيمة بالريزلت سواء كانت false او zero او null، بس رجعها بالريزلت فعليا، ففعليا اعطى انه في set لفاليو معينة بغض النظر شو هي، مشان هيك اول مرة اعطانا insert was successful. هذا الحكي ممكن ينطبق على اي واحدة من الكويريز الثلاثة الـ insert والـ delete والـ update. دائما ممكن تشيك على الريزلت echo insert was successful insert failed except في استثناء بسيط، في جمل زي الانسرت والديليت او فعليا الابديت ممكن تعمل بروسيسنج لاكثر من قيمه، يعني ممكن اعمل انسرت لاكثر من سطر او اكثر من قيمه مع بعض، يعني ممكن اعمل مثلا هون 4 اعمل انسرت لسام سامي مثلا عمره 33 والسالري تبعه 2000 دينار وأحط هون فاصلة وأفتح ريكورد جديد، هذا الريكورد يكون 5 مثلا وأحط فيه خالد، ما بعرف إذا في عندي خالد بالداتابيس، بس أنيها عمره 32 والسالري تبعه مثلا 3500 مشان نميزه شوي. هيك أنا بكون بعمل insert لسطرين. هلأ بهاي الحالة الريزلت المفروض ترجع لي 2 إنه عمل insert مرتين، فبالتالي أنا لما بشيك على الريزلت، الريزلت خليني أحكي الريزلت تكون أكبر من 0 برجع لي insert was successful else insert failed. خليني أعمل save، أعمل run هون insert was successful، بروح على database، database كان فيها 1 و2 و3، هلا راح يصير في عندي 4 و5 مع بعض، عمل insert مرتين. تمام، نفس القصة طبعا رجع لي insert was successful، الريزلت هون رجعت 2. نفس القصة بتصير بالديليت والابديت، اذا انا ممكن اعمل delete from employees where employee id بتساوي مثلا 3 or emp id بتساوي 5، اذا كان في عندي 3 بشطبه، او اذا كان عندي 5 بشطبه، او اذا كانوا 2 موجودين بشطبهم. هون الأور بتشتغل logical أور سواء هاي أو هاي أو ثنتين. نفس الشيء لما أنا بعمل update مثلا بدي أزيد كل الموظفين 10% على السالري تبعهم، ممكن أعمل update employees set employee salary بتساوي employee salary ضرب 10%، مش شرط أحط employee ID 3. بتحبوا نجربها؟ خليني أعمل كوبي من هاي بلاها من الانسرت. أوكي، update employees set employee salary بيساوي emp salary ضرب 1.1. ليش؟ لأني بديش أضربه ب10% وأرد أجمعه للسالري، فأنا بأخذ السلري بضربه بواحد فاصلة واحد وبخزنه بالسلري مباشرة، فبالتالي هيك زي كأني ضفت له 10% مرة واحدة. بعدين بعمل run للكويري، الريزلت بتساوي كذا. خليني أحكي لما الريزلت أكبر من الصفر insert was successful، وخليه يعمل لي print r للريزلت. معلش خلينا نشوف إيش رح يرجع. لما أعمل refresh طبعا هو insert was successful لأنه المسج اللي كانت عندي insert was successful. لما أروح على التابل لاحظ 1200 955 3000 2000 3500، بعمل refresh 1200 صارت 1452. طبعا هو ما ضاف 120، هو ضاف 120 زائد إشي ثاني لأنه أنا عملت refresh مرتين، فبالتالي 1200 ضاف عليها 120 صارت 1320، بعدين ضاف عليها كمان 10% اللي هم 132 فصارت 1452 اللي هي هاي القيمة، وهذا الحكي بنطبق على الجميع. طبعا مشان تعرف انه مش 10%، وضاف 10% على 10% اللي على 100%، مشان هيك لاني عملت ريفرش مرتين فهو طبق 10% مرتين. بتحبوا تشوفوا هاي كمان مرة؟ خلينا نعمل ريفرش وتروح هون تعمل ريفرش،
برضو ضاف 10%، فكل مرة أنا بعمل ريفرش للفايل هو بضرب ب10% أو بضيف 10% على الراتب الجديد اللي موجود already بالداتابيس وهكذا. الجملة الأخيرة اللي حكينا عليها اللي هي جملة السلكت، وحكينا جملة السلكت شوي مختلفة لأنها بترجع لي جزء أو بتقتطع لي جزء من الداتابيس، فبالتالي لازم أتعامل معها بطريقة مختلفة. وهذا السبب المرة الماضية نحن إيش سوينا؟ عملنا run للسلكت statement، وبعدين اللي رجع عندي بالريزلت كان هو عبارة عن example table أو جزء من table part of table. فبالتالي هون عفوا خليني أشيل هذول الكويريز كلهم أحط محلهم select star from employees وأحط نفس هاي الستيتمنت copy أحطه هون. ولو أجي أعمل print r للresult خليني أشيل التشيك وأعمل run للفايل current field 0 field count 4 في عندي 4 أعمدة length مش موجود number of rows عندي 4 أسطر والtype 0. لاحظ إنه الريزلت هي بتمثل table، هذا table هو عبارة عن 4 أعمدة و5 أسطر اللي هو فعليا هذا table، هاي عمود 2 3 4 في عندي 5 أسطر. هلا هذا الموجود بالريزلت لما بدي أرجع من الريزلت كنا حكينا المرة الماضية بستعمل fetch مش هيك، فمشان هيك حطيت رو بتساوي mysqli underscore fetch associative وبعدين بفتح قوس من الريزلت. وحكينا بهاي الطريقة أنا برجع سطر، وممكن أعمل هون print underscore r ل dollar sign الرو وأشوف الرو إيش فيه. أعمل F5 طبعا طلع برا، خلينا أعمل له إيكو لسطر جديد. صار في عندي employee ID 1 employee name أحمد 23 والسالري تبعه. وكل مرة أنا بعمل fetch أنا برجع جزء من ال الداتا اللي موجودة ب التابل اللي موجودة بالريزلت اللي هي فعليا راجعة من التابل. هلا نحن المرة الماضية برضو كنا حكينا قلنا هذا الرو ممكن أعمله as loop أو as أقرأ منه in a loop، بمعنى while الرو بتساوي mysqli fetch associative للريزلت إيش بعمل هون؟ ممكن أحكي له print underscore r أو هي الجملة موجودة already print underscore r للرو وبعديه echo خليني أطبع سطر جديد وأسكر القوس. طبعا هذول الجملتين موجودين جوا الوايل. بمعنى آخر طول ما في عندي بالريزلت rows أنا ممكن أعملهم fetch، بأخذ هذا الرو وبطبعه وبطبع وراها سطر جديد. هاي سيف أعمل F5 جاب لي كل الأسطر، السطر الأول أحمد، السطر الثاني علي وبشار وسامي وخالد، وكل واحد جاب لي كاملا. المرة الماضية نحن تلافينا إنه نستعمل الوايل لوب لما كناش لسه بالصورة، كان كل اللي موجود عندنا بالتابل هم عبارة عن سطرين. فنحن شو رحنا ساوينا؟ عملنا run لهاي الجملة، عملنا لها رن مرتين، وبعد كل مرة كنا نقرأ من الرو element by element ونطبع. هلأ هون اللي نحن بنقدر نساويه، خليني أعمل هون hr وبعدين ممكن أعمل echo نفس اللي عملناه المرة الماضية table border بيساوي 1 width بيساوي 50%. بعدين كل مرة بدل ما أعمل print r للرو ممكن أحكي له echo table row بعدين
ايكو. طبعا خليني اشيل البرنت ار تذكرة، احطهم تذكرة التيبل رو واخليها للاخر. هون ممكن يكون في عندي تيبل داتا، جوا تيبل داتا راح يكون في عندي رو اوف اي ام بي اي دي، نفس اللي عملناه المره الماضيه تذكرة تيبل داتا. ممكن يكون في عندي تيبل داتا ثانيه فيها دولار ساين رو اوف اي ام بي نيم، مسكر تيبل داتا طبعا لانه بديش يعني أبعد كثير على اليمين، نزلت على سطر جديد إيكو. برضو في عندي تيبل داتا، طبعا خليني أسكرها هاي بس هيك على السريع. تيبل داتا هاي فيها رو أوف إي إم بي إيج، أسكر تيبل داتا. وتيبل داتا جديدة هيكون فيها دولار ساين رو لا إي إم بي سالري، بعدين مسكر تيبل داتا. طبعا تذكرة التيبل رو جاي هون already. وبعدين بالآخر ممكن أحكي له echo تذكرة التيبل، control s، وممكن أعمل refresh. syntax error وين؟ بالorb line 11. وين line 11؟ while row بتساوي mysql i fetch array لا result خليني اشيل print r هاي معلش واشيل الكومنتس اللي بالاول. I think هون في عندي مش اوكي هاي semicolon 5 طلع لي واحد أحمد العمر إلى آخره، علي بشار سامي خالد وما إلى ذلك. هيك أنا بكون عمل ديسبلاي لكل اللي موجود بالريزلت، أو هو الهدف أصلا مش بس أني أعمل ديسبلاي، أنا عم بحاول أورجيك كيف أنت ممكن تاخذ اللي موجود بالإمبلويز مثلا وتقرأهم جوا ريزلت، وبعدين كيف تتعامل مع هاي الريزلت من خلال انك تعملها فتش سطر سطر، وبعدين كل سطر تقرأ اللي موجود فيه. هلا انت you can do this، وجملة السلكت بالمناسبة ممكن تستعملها بطريقة اذكى شوي. بمعنى اخر لو انا بدي اجيب كل الاسماء اللي موجودة عندي بالداتابيس، فقط الاسماء الموجودة عندي بالداتابيس، ممكن احكي له مثلا select emp name for employees هذا الموجود بالريزلت، وبدل ما اعرضها بتيبل خليني احطها مثلا بدروب داون ليست. فكره صح؟ خلينا نشوف. اشيل الاتش ار هاي الموجوده هون بدي اشيلها، بدل التيبل هون بدي احط سيلكت، وبدل التيبلز اللي موجوده هون وبدل هاي الايكو كلها ممكن اشيلها، وهاي الايكو كلها ممكن اشيلها، وهاي الايكو ممكن اشيلها، او لا خليها مشان اسكر فيها سيلكت. هاي الايكو ممكن اشيلها واخلي عندي فقط هون الامبلوي نيم، وبدل التابل داتا راح يكون في عندي اوبشن، وبدل تذكرة التابل داتا حيكون في عندي تذكرة الاوبشن. خليني أشوف كيف ممكن تتبدل الأمور. واو صار في عندي drop down list، لما بكبس عليها في عندي أحمد علي بشار سامي خالد، هل صارت القيم موجودة هون. بدك الأعمار ممكن نعمل أعمار drop down list ثانية، بدك السالاريز ممكن نعملهم برضو بdrop down list ثالثة. بمعنى آخر أنا ممكن أستعمل الداتابيس as a source، يعني مثلا ممكن احط كل الدول بتيبل اسميه countries واعمل select من التيبل اللي اسمه countries ويصيروا اسماء الدول موجودين عندي هون. وكل اسم انا بضيفه على الداتابيس، بالمناسبة لو اروح على الداتابيس اضيف اسم اضيف كمان شخص، خليني اعمل insert لشخص رقمه او الاي دي تبعه 6،
أسمي، خلينا نعطي اسم بنت دانا، الايج تبعها مثلا 30، السالري تبعها وخلينا نعطي رقم خيالي 50,000 وجو. طبعا مشان نميز، لو اروح على التيبل راح اشوف في عندي يوزر اسمه دانا 6 30 50,000. لو اعمل ريفرش، طبعا هو لاحظ قبل ما اعمل ريفرش دانا مش موجوده، لو اعمل ريفرش واطلع راح اشوف دانا انضافت مباشره. بمعنى اخر اي بروسيس انا بعملها على الداتابيس راح تنعكس مباشره على الاوبجكت اللي موجود عندي على الصفحه او على الكونتنت اللي موجوده عندي بالصفحه اذا انا بدي اياه ينعكس عليها. انا راح اوقف هون اليوم ونكمل المحاضره الجاي بكيف نحن ممكن نستفيد من الداتابيس as a storage للويب بيجز تبعنا.